اهلا جميعا، هذا فلوق يوم السبت، كان يوم وايد حافل. خل اوريكم ايش سوينا. اول شيء رح نتغدى بمطعم اسمه دين تاي فونغ، اتمنى اني قلتها صح، موجود بدبي مول، مطعم اسيوي. انا عجبني الاكل بس شنو في اشتماع لها وايد. بعدها مرينا بالصدفه يم مخبز ياباني اسمه يامانوتي. عاد زميلي بالدوام كان قاعد يسولف لي عنه، يقول التشيز كيك مالهم من كثر ما لذيذ الناس تاخذ منه بوكس قبل لا تسافر، فقلنا لازم نذوقه. اخذنا من عندهم 2 تشيز كيكس اند ميلون بان. على اساس بعدها متجهين للسياره بس ماكو محل ما دخلنا. هذا بوردرز عنده اشياء حيل تشوق. هالايبرن هذا عجبني وتحسفت بعدين لما رديت البيت اللي ما اخذته. اند فاينلي ماي فريند وذ ا ديناصور هيد اند ذات واز ات فور دبي مول. بعدها رحنا كافيه، نخلص شغلنا قررنا نروح لكافي لاب. ذس بليس از ماي كورنت فيفرت سبوت فور ورك اند ستادينج. الفيشتي طلبت بيريز تي، انا طلبت امريكانو، المكان وايد شرح والحمد لله انجزنا فيه. اخيرا لحظه التشيز كيك، اونستلي كان ولا غلطه، الذ شيء ذقناه يوم السبت and one of the best cheesecakes I've ever had in my life. عقبها مرينا المطبعه بس للاسف الشغل ما كان مخلص فما استلمناه. انا وايد متحمس حق الفاينل برودكت، ان شاء الله اذا جهز اصور لكم اياه. بعدها واحنا رادين البيت شفنا حديقه الخور. هالحديقه يم الجامعه ولا مره دخلناها مع انها وايد قريبه، فقلنا نستكشفها. الجو كان وايد حلو and the environment was very family friendly. الحديقة نفسها فيها فعاليات وايد مثل عروض الدلافين ومدينة الأطفال. أكلنا آيس كريم وتمشينا على الخور لمدة ساعة تقريبا. الحديقة ما شاء الله وايد كبيرة. بعدها قطيت رفيشتي البيت ورديت أنا تمرنت بالبيت شوي بالحوض and that was it.